السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة جديدة اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم نزولا عند رغبة العديد من المتتبعين، طلبوا مني طرق لطرد الذباب من البيت ديالهم اللي كيعانيوا منه العديد من الناس، خاصة في فصل الصيف. طرد الذباب بطرق طبيعية وطرق اللي في المتناول ديال الجميع. الطريقة الأولى كيف ما وعدتكم أحبائي الأعزاء، أنني نقدم لكم عدة طرق اختيارية يمكن لكم تختاروا اللي متوفر عندكم، وهناك أيضا المزيد دائما من الوصفات في هذا المجال هذا. الطريقة الأولى، إلا متوفر عندكم زيت الخزامة يمكن لكم تصبوا القليل من زيت الخزامة في شي إناء صغير كيف ما كتشاهدوا ديال البلاستيك، وتوضعوه أمام المروحة اللي كتلطف لنا الجو، او ناخذ قطعه ديال القطن ونمسحوا بها المروحه باش فاش نخدموها تعطينا رائحه زيت الخزامه في البيت ديالنا، لان رائحه زيت الخزامه ما كيبغيهاش الذباب. بهالطريقه هذه البسيطه يمكن لكم تحاربوا الذباب، وكاينين طرق اخرى غادي نقدمها لكم دابا. الطريقه الثانيه وهي طريقه الليمون مع القرنفل، ناخذ قطع من الليمون ونغرس فيها يعني حبات من القرنفل او المسمار كيف ما كتشاهدوا. اللي ما متوفرش عنده الليمون بزاف يمكن له يستغل ليمونه ويقطع عده اطراف ويغرس فيها، يعني يغرس فيها بهذا الشكل هذا، عفوا بهذا الشكل هذا يغرس فيها هاد القطع ديال القرنفل. يمكن لكم تقطعوها الى اطراف او الى قسمين وتغرسوا فيها حبوب القرنفل. بهذه الطريقه هذه رائحه الليمون مع القرنفل حتى هي ما كيبغيهاش الذباب. وكاين ايضا طريقه ديال النعناع، يمكن لكم تستعملوا اوراق يعني بعض من النعناع في المزهريات ديالكم في وسط البيت، يعني ما تستعملوهمش في البيوت في بيت ديال النوم، عفوا ما تستعملوش غرف النوم. طريقة ديال النعناع او طريقة ديال الريحان، اوراق الريحان اللي تتكون في المزهرية يمكن لكم تعملوها في منطقة ديال التهوية وسط المنزل، وما تعملوهاش في الغرف ديال النوم. اما بالنسبة لها الطريقة ديال قطع الليمون مع القرنفل يمكن لكم تستعملوها في الغرف ديال النوم ديالكم. كاين ايضا طريقة اخرى وهي طريقة البخور بالمسك، يعني نبخروا اللي متوفر عنده المسك يمكن له يطلقوه كبخور في البيت ديالكم، او طريقة ديال البخور بالليبان، الليبان اللي كيعرفوه جميع الناس متواجد عند العشاب. الليبان بخور الليبان او المسك فهما حتى هما كيطردوا الذباب من البيت ديالنا بواحد الشكل طبيعي وشكل بسيط جدا. الطريقه الاخيره وهي غادي نستعملوا يعني خل التفاح في بخاخ، مع نخلطوا كاس ديال خل التفاح مع القليل من الماء ونعملوا في بخاخ ونمسحوا به يعني ارجاء البيت، يعني باش لان رائحه خل التفاح حتى هي كتساعد في طرد الذباب. الطرق هذه هي طرق بسيطه وطرق فعاله وفي المتناول ديال الجميع، يمكن لكم تستعملوا اي طريقه في المتناول ديالكم. وبإذن الله لا يزال المزيد من الوصفات، وكنتمنى منكم أحبائي الأعزاء أنكم تجربوا هالطرق هذه لطرد الذباب المزعج خاصة في فصل الصيف. وكنتمنى منكم أيضا أنكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناة وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.